بابا اخويا توا مزلت كي جيت، درا نسيبي يا بهين، وانتي فين والحب فين؟ المرة ذي جيتكم وعلى ربي معاملين، نبدو فيديونا بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة خلي لي كومنتير قولي منين تتفرج فيا. جوني برشا ميساجات في البريفي وقالوا لي يا بابا اخويا راو كبشي عنده مديدة، ماكل شارب ومحبش يعمل صحة. جوني عباد سهلوني وقالوا لي كبشي عنده عام ياكل ويشرب لكن ما حبش يعمل صحة. انا جيت اليوم باش نعطيكم احسن طريقة لتعليف الكبش. صدقني البروجرام اللي باش نعطيهولك هذا كان تطبقه على كبشك في ظرف شهر ونص، في ظرف 45 يوم كبشك يتحول تحويل تام، يبدا الكبش تبان الزيادة في الصحة متاعه، وهذه حاجة ما فيهاش كلام. نعطيك بروجرام بدون نقاش وما بيناتنا ليامات. البروجرام اللي باش نعطيه كان كبشك عنده صحة ومريقل ما غير متطبقوا عليه، مش الكلام اللي باش نقوله توا باش يمشي على كباش تونس الكل. الكلام والبروجرام والبرنامج متاع العلفة اللي باش نحكي توا يمشي على كباش اللي عندها سنين ولا أشهر ما عملتش علفة، ولا كان على رعوان تحبوا يعمل صحة، معناها على كبش ما عنده الصحة. ما يهمنيش في رباطه، ما يهمنيش في عمره، الطريقة اللي باش نعطيها لك أنا تو طبقها على أي كبش تحبه يعمل صحة ولا عنده مدة يعلف وما عمل الصحة، تطبق على رعواني، تطبق على مربوط، المهم الكبش تكون ما عنده الصحة. راو البروجرام هذايا كان تعمله على كبش عنده صحة وصحته مريقلة راو يبشم ويضرب الدم ويولي يشل ويولي ما عادش يعلف ويصير فيه الخايب الكل. ايجو بالسياسة نحكيو موضوعنا. الكبش كان تحب تعمله الصحة اللي حاجتك بيها لازماتك تعلفه مرتين في النهار. ايه نعم، الكبش اللي بش يعمل صحة وتحب تعمل بصحة يعلف مرتين في النهار، ولازم بين المرة الاولى وبين المرة الثانية الكبش يبقى 12 ساعة ما يعلفش. بابا اخويا ما فهمتش، اي جل فهمك معناها الكبش تعلفوا اليوم العشرة متاع السباح وتعود تعلفوا اليوم العشرة متاع الليل، وهكا بقى 12 ساعة تعلفوا مثلا اليوم نص نهار وكيف كيف اليوم نص الليل، اليوم الثمانية متاع السباح واليوم الثمانية متاع الليل، اليوم لحدش متاع السباح واليوم لحدش متاع الليل. لازم الوقت بين المرة الأولى والمرة الثانية يتعدى 12 ساعة. نقولوا كبشك باش تعلفوا العشرة متاع السباح، تقوم يا ربي العمل عليك تعطي الكبشك يشرب مكتب من ربي، تعطيه طاسة فول، تعطيه طاسة بحكة طماطم بكيلو فول، حكة طماطم بكيلو تدخلها في الشكارة تكيد له بيع وتقلبها له في الطاسة، طاسة فول وتعطيه ياكلها، يكمل ياكلها، تعطيه ترانش قرط ما يقدر بقيمة طرف قرط ارطل باية، طرف مش برشا، ارطي القرط وتهبط على روحك. ترجع له العشرة متاع الليل، كي ترجع له العشرة متاع الليل تعاود تشربه وتعطيه طاسة شعير ونص طاسة فول ونص طاسة اقطانية، يكمل ياكلهم، تطيش له طرف قرط وتسكر الباب ويوفى الكلام على حباب. اي جاتوة نعطيك على فوائد العلفة ذيما وقوة العلفة ذي وقوة البروجرام ذي. كنقول لك السباح تعطيه كان طاسة فول، المغرمة والسراح يقول لك تعطي الكبشك طاسة فول يزيد طاسة لحم، معناها كي باش تعلف كبشك وتحبه يعمل صحة ما تحبوش يفحل، انت حاجتك بالصحة ما حاجتكش بالفحول، كبش حاجتك بالصحة تكثر له الفول اكثر من الشعير. هذاك علاش طلبت منكم وقلت لكم ياخو طاسة السباح وياخو
تضطر تصل عشية البوافينيا كنقول لك الشعير، حتى حد فينا ما يعرفش فوائد الشعير. الشعير اللي يقوي الكبش، يمس عظام الكبش ويخلي الزيت في لحم الكبش، هذاك علاش يعمل الشحمة للكبش ويردوا بسم الله ما شاء الله. هذاك علاش ما كثرناش من الشعير، قلل ودلل، كيلو شعير يكفي. وكان باش تعطيه شعير عربي رد بالك عليه فهالسخانة ماذا بيك شربو، كان باش تعطيه شعير عربي رد بالك عليه فيها سخانة وما فيها باس كان تشربو الماء البارد باش يبردو. نجو للبوان الثالثة، نكون نقول لك لقطانيا شنية بابا خويا يا اخي، لقطانيا لازمة للكبش. ينعم نقول لك لقطانيا علفة برشا مغرمة ما تعرفش قيمتها، برشا مغرمة ما تعرفش قوتها، برشا مغرمة ما تعرفش فوائدها. لقطانيا تعمل أعظام للكبش، لقطانيا تزين البدن متاع الكبش، لقطانيا تبين العظم في الكبش. يبدأ الكبش عبارة بوكسور، يبدأ الكبش عبارة موسيكليه، فما فرق بين كبش يهبط عليه صبة صبة لحم وشحم، فما فرق بين كبش يبدأ عنده دوارة، عنده كتاف، عنده صدر، وعنده كتراساج. تبدأ الدوارة بعيدة على الفخذ، والفخذ بعيدة علي، كبش مفصل، الكرايم على جنب، الصدر على جنب، الساقين واقفين، البعبوس يدلدل بين قطعة وقطعة، فما رسمة تشوفها كان العين. التراساج هذيك والديكور هذيك في الكبش ويخشن في عظام الكبش، على خطر لا الكبش كي تخشن عظام ساقيه الدز معناها الكبش يعمل ميوسكل زايد، ما كيدز العظم يزيد فوق اللحم. الميوسكل اللي عامله انت بالفول وبالشعير يزيد يبان ويعراض. هذه فوائد لقطانيا، نرجع ونعاوده من جديد. كان كبشك تحب تعمله الصحة يعلف مرتين في النهار، رد بالك راي العلفة ذي طبقها على كبش ما حبش يزيد ولا كبش مازال ما عمل الصحة. يمشيش كبشك عامل الصحة تنحيله كل شيء وتتبع البروجرام ذي، لا تغلط، على خاطر الكبش اللي عنده صحة كنت تتعامل معاه بالبروجرام ذي يموت لك، يولي شل، على خاطر الكبش كي تقوى عليه العلفة يولي شل حشا من يسمع ويولي معاش يبعر خاطر قوات عليه العلفة. معناها العلفة ذي تمشي مع كبش ناقص تغذية، أعظامه فارغين، المسكل متاعه فارغ. وعلى فكرة البرنامج ذي ما يتطبقش العام على أخوه، يتطبق على الكبش لمدة 6 شهور. بعد 6 شهور الكبش يعمل صحة اللي حاشتنا بها، نحولو الفول متاع السباح يولي كبش يعرف مرة في النهار تشربو وتعطيه طاسة شعير، شطر طاسة فول، شطر طاسة قطانية وتشربو ويوفى الكلام. هذه بعد ما يعمل صحة، سوفي ما عمل الصحة الكبش يعرف مرتين في النهار، ما فول شعير قطانية وفول السباح.